الفلسفة التي غزت الأمة الإسلامية في عهد المأمون، والتي نتج عنها القول بخلق القرآن، ونتج عنها انحرافات كثيرة، لما ترجمت أثرت على عقائد الناس. ولذلك الذين تلقوا الوحي صافيا ما يعرفون هذه الخزعبلات، حتى استوردت هذه الكتب وترجمت وافتتن بها المأمون وهو من الخلفاء العباسيين، وأراد أن يفرضها بقوة السلطان، ولذلك حصلت الفتنة الكبيرة المشهورة، محنة الإمام أحمد بن حنبل ومن معه من العلماء الذين امتحنوا ليقولوا بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. وأكثر ما أثر على المأمون رئيس القضاة في زمنه ابن أبي دؤاد، وهذا يدل أيضاً على خطورة أهل البدع إذا تسلطوا على سلاطين المسلمين، فإنهم يسببون لهم الانحراف. فحصلت الفتنة الكبيرة القول بخلق القرآن، واستمرت في زمن المأمون وفي الخليفة الذي بعده المعتصم، واستمرت فترة، وقيل أن أول ما رجع خليفة العباسيين عنها عندما جاء له رجل على الفطرة وليس من العلماء وقال له: أحسن الله عزاءك في القرآن. فقال له: ماذا تقول؟ هل مات القرآن؟ قال: كل مخلوق يموت، أنتم تقولون أنه مخلوق، فإذا كان مخلوق فإنه سوف يموت. ولذلك انتبه لخطورة هذا القول ورفع المحنة عن المسلمين.